تنفيذا للجدول الزمني، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت برئاسة المستشار لاشين إبراهيم في تلقي أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، وذلك لمدة 10 أيام بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن بين الأوراق المطلوبة للترشح ووفقا للقانون النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح وشهادة ميلاد وصورة المؤهل وإقرار بأنه مصري من أبوين مصريين ولم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة بتأديته للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وإقرار الذمة المالية والتقرير الطبي وإقرار بأنه لم يسبق عليه الحكم في جناية وإيصال يفيد سداد مبلغ 20,000 جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لنماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح سواء من 20 نائبا أو 25,000 توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1,000 تأييد في كل محافظة. تنفيذا لقرار الهيئه الوطنيه بفتح باب الترشيح اليوم 20 من يناير 2018، قلنا استعرضنا فيه اول يوم عمل وفريق العمل وكيفيه العمل بشكل واضح، شروط الترشح، مستندات الترشح، تقديمها، اسبقيه حدوثها وحصولها، الحصول على الرمز الانتخابي، فحص هذه الطلبات، ثم كيفيه الاعلان عنها، ثم تبدأ فترة الاعتراضات بعد قفل باب الترشح يوم 29 من يناير الساعة 2 ظهرا. وأعدت الهيئة الوطنية نموذجين لراغب الترشح، الأول رقم 5 خاص بالمرشح على تقدمه بنفسه مرفقا به المستندات والأوراق المحددة، والثاني رقم 6 خاص في حالة وجود وكيل عن المرشح على أن يثبت بالنموذج بيانات كل من الوكيل والمرشح، ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهتها بالأصل. وكشف المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها أن عدد التأييدات للمرشحين بلغت نحو 650,000 تأييد حتى الآن، ومكاتب الشهر العقاري مستمرة في عملها. يذكر أنه وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي أعدته الهيئة، سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين في 31 من يناير، على أن تتلقى الهيئة اعتراضات المترشحين يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تنتهي في 5 فبراير المقبل، واختار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه في 6 فبراير المقبل. وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية. هكذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الجلسة الختامية من فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي تم فيه استعراض ما تم إنجازه خلال 4 سنوات الماضية، وكشف أنه تم إنجاز 11,000 مشروع في مدة زمنية أقل من 4 سنوات بتكلفة 2 تريليون جنيه، مضيفا أن هذه المشروعات كانت بمثابة 3 مشروعات في اليوم الواحد، وأكد أن أكثر ما حرص عليه منذ أن تولى منصب رئاسة الجمهورية هو القضاء على آفة تهدد حياة الشعب، وهو وباء فيروس سي، حيث تم تقديم العلاج إلى 1.4 ملايين مريض بتكلفة 3.7 مليارات جنيه، والوصول بنسبة الشفاء إلى 97%، مع القضاء على قوائم انتظار المرضى لتلقي العلاج. تخيروا واختاروا وخليكوا حريصين جدا جدا في اختياركم، لا تعطوا صوتكم إلا لمن تروه يستحق أن يتولى أمركم. رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، رسائل من بينها أن الشعب المصري استطاع أن ينقذ بلاده من مسار مظلم تحيطه مؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة ومؤسساتها، وأن خسائر أحداث 2011 على الشعوب 900 مليار دولار ومليون و400 ألف شهيد. كنا نعاني بشكل كبير من أزمة كهرباء في 2013 و2014، واستطعنا
استطعنا حلها الآن، بل ونسعى لأن نكون جسرا لنقل الكهرباء لدول المنطقة شرقا وغربا وأوروبا وأسيا وإفريقيا. حركة التجارة العالمية مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، ولذلك تم تطوير قناة السويس. بحلول أواخر العام الحالي لن نستورد شحنات غاز من الخارج. لا مساس بحصة مصر في مياه النيل. افتتاح مطار العريش الذي أغلق منذ 3 سنوات، والإرهاب يصر بشدة على النيل من المصريين. لازم مطار العريش يرجع يشتغل، الدولة تعود. الدولة تعود. وتعود إيه؟ مش هنسمح ابدا نقول اصل مش هنقدر نشغل المطار عشان بيتهدد. لا لا لا، الحرم يبقى 5 كيلو. ملفات عديدة أيضا تم طرحها خلال جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر، كان من بينها ملف قناة السويس، والذي رد عليه الرئيس السيسي أن ما تم إنجازه في قناة السويس من تطوير وفر لها إمكانية استقبال أحدث السفن دون توقف. وفيما يخص ملف الإرهاب، قال إن هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب تشمل الجوانب الفكرية والثقافية. عندنا مشكلة في المحليات، وأنا كنت قلت من أكتر من سنة إن أنا كنت بتمنى إن إحنا ننهي الانتخابات بتاعت المحليات نهاية بداية السنة اللي فاتت، وده ما حصلش. بس كان برضو في عقبات قدام مننا، اللي هي على سبيل المثال منها قانون المحليات اللي هو دلوقتي بيتم نظره في مجلس الشعب أو البرلمان يعني. وعن حقوق الإنسان قال إنها ثوابت وطنية يجب مراعاتها، وهي لا تقتصر على الممارسة السياسية، وإنما توفير السكن والعمل والعلاج. إسراء سعد، الحياة اليوم.